هذا ويستمر الإقبال على الحملة الوطنية للتطعيم المضاد لفيروس كورونا من كافة فئات المجتمع المؤهلين لتلقي اللقاح. وقد أعلنت وزارة الصحة أن مجموعة من حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم المضاد لفيروس كورونا حتى مساء يوم أمس الأحد بلغ أكثر من 1,026,000 شخص، فيما بلغ عدد الحاصلين على الجرعة الثانية من التطعيم حوالي 865 شخصاً.